مشاهدينا مشاهدي اليوم السابع مباشر في كل مكان، مساء الخير عليكم واهلا بكم من جديد وجوله اخباريه داخل الموقع الالكتروني لجريده اليوم السابع. هنتابع معاكم النهارده اهم الاخبار اللي تم نشرها على الموقع الالكتروني في الاقسام المختلفه داخل الموقع. هنبتدي معاكم كالعاده تحقيقات وملفات. اهم الملفات النهارده هو بيان صادر من جماعه الاخوان المسلمين، بتقول فيه انه المجلس العسكري بيدير البلاد بطريقه المخلوع ويخضع لواشنطن ويتدخل في القضاء ويفرض في السيادة. أما المنظمات المتهمة دعت الليبراليين والعلمانيين بالمال، والإعلام المغرض استغل تصريحات ماكين ضدنا. التفاصيل بتقول انه اتهمت جماعة الاخوان المسلمين في بيان صادر ليها النهاردة المجلس العسكري بانه يدير البلاد بالطريقة التي كان يدير بها الرئيس المخلوع، وذلك من حيث الخضوع لامريكا والتدخل السافر في اعمال القضاء والتفريط في السيادة والكرامة الوطنية، وذلك على خلفية ازمة الافراج عن المتهمين الامريكان في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني. كما اعتبرت في الوقت نفسه ان ما صفته بالإعلام المغرض استغل تصريحات ماكين للإساءة لجماعة الإخوان المسلمين. يمكن تفاصيل الملف موجودة في قسم تحقيقات وملفات في الموقع الإلكتروني لجريدة اليوم السابع. ودلوقتي بننتقل معاكم لقسم الاخبار العاجله، ويمكن اهم الاخبار اللي لفتت انتباهنا النهارده هو انه المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه بيستقبل رئيس اركان الجيش الليبي ويؤكد دعمه لوحده الليبيين. وكمان في الاخبار العاجله النائب العام بينفي احاله بعض المدنيين والاعلاميين للمحاكمه العسكريه. التفاصيل بتقول انه المتحدث الرسمي للنيابه العامه قال في بيان لمكتب النائب العام النهاردة ان حقيقة الموضوع ان في عريضة قدمت الى مكتب النائب العام باسم مجموعة تسمى شباب ورجال وسيدات احرار مصر الشرفاء ضد كل من وائل غنيم وممدوح حمزة واسماء محفوظ وابو العز الحريري وبثينة كامل ونوارة نجم وعدد من الشخصيات، منهم كمان سامح نجيب وجورج اسحاق وعلاء الاسواني ويسري فودة وزياد العليمي. قالوا فيها ان هم بيستغلوا الاطفال في التحريض ضد الجيش، وكمان بيحاولوا التحريض على إشعال الفتنة الطائفية بين المصريين وإتلاف وحرق المنشآت العامة وتنفيذ مخطط بغرض تدمير وسقوط الدولة لتنفيذ أغراضهم وتشويه مصر، وده من خلال استغلالهم لمهنتهم في مجال الإعلام. يمكن تفاصيل الموضوع موجودة في قسم أخبار عاجلة، والنفي والبيان تم نشره كامل على قسم الأخبار العاجلة. ما زلنا داخل نفس القسم واشتباكات بالأسلحة النارية بين البلطجية وقوات الأمن. التفاصيل بتقول أنه اندلعت اشتباكات بالأسلحة النارية بين البلطجية والأمن بعد مطاردة لأحد البلطجية في محاولة منهم لإلقاء القبض عليه لاتهامه بقتل اثنين، ولكنه فر هاربا إلى ميدان التحرير وبحوزته سلاحا آليا واحتمى بعدد من البلطجية المتواجدين في الميدان وأطلق عددا من الأعيرة النارية، مما اضطر قوات الأمن بالانسحاب. آخر خبر معانا في قسم الأخبار العاجلة، نقابة الصحفيين بتدعو رؤساء تحرير الصحف القومية لاجتماع عاجل يوم الأربعاء المقبل، وده لمناقشة التغييرات الصحفية والاستقلال المهني الخاص بتلك المؤسسات. وننتقل معاكم لقسم الاخبار العربيه، وابرز الاخبار النهارده انه تركيا وتونس بتعارضان تدخلا غير عربي في سوريا. التفاصيل بتقول انه قال الرئيس التركي اليوم ان بلاده تعارض تدخل اي قوه من خارج المنطقه في سوريا، ونبه الى ان النظام لا يستطيع ان يستمر من خلال استخدام العنف ضد شعبه. كمان قسم الأخبار العربية النهاردة اهتم بالبشير انه بيرحب بإقامة وحدة تكاملية بين السودان ومصر وليبيا. التفاصيل بتقول انه اعلن الرئيس السوداني عمر البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم ان ابواب بلاده مفتوحة لكل اهل مصر، وعبر عن دعمه الكامل لثورة 25 يناير وللتجربة السياسية الجديدة في مصر، وكذلك لكل الاحزاب على مختلف اطيافها وفي مقدمتها الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية. ونروح معاكم لقسم أخبار عالمية، واحتجاجات جديدة لحرق المصحف الشريف تصل إلى إسطنبول. انتقلت الاحتجاجات اللي اندلعت في أفغانستان على إثر حرق مجموعة من الجنود الأمريكان للمصحف الشريف إلى ميدان تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية.
وننتقل معاكم لقسم جديد وهو قسم الفن وتصريحات خاصة لليوم السابع. قالها الفنان أحمد حلمي، قال لست راضيا عن مغادرة الأمريكان والواقعة تشبه فيلم عسل أسود. أكد النجم الكوميدي أحمد حلمي عدم رضاؤه عن مغادرة المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي لمصر كما حدث مؤخرا، وأشار كمان أن الموقف ده أشبه بالحالة اللي كان بيرصدها فيلم عسل أسود كما ذكر بعض محبي الفيلم. وأكد كمان على سعادته بما قدمه في الفيلم لأنه بطبعه قريب من الجمهور، وهو دور الفنان، لأن دور الفنان الحقيقي هو أنه يعبر عن المشاكل اللي بيتعرض ليها الناس باستمرار. كمان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وبرعاية الأمم المتحدة، أغنية جديدة لأنغام هي نص الدنيا، أغنيتها في دار الأوبرا المصرية النهاردة احتفالا بالمرأة المصرية. ونختم معاكم كالعادة والأخبار الرياضية. المنتخب الوطني بيبتعد عن مواجهة تونس والمغرب في تصفيات أمم إفريقيا 2013. التفاصيل بتقول أنه أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن المنتخب المصري سيبتعد عن مواجهة المنتخبين المغربي والتونسي في الدور الحاسم بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم الإفريقية 2013 في جنوب إفريقيا. وبكده مشاهدينا يكون انتهت جولتنا الإخبارية داخل الموقع الإلكتروني لجريدة اليوم السابع. استنونا دايما لمتابعة أهم وآخر الأخبار والفيديوهات، واليوم السابع مباشر.